من اشهر الخياطين الموجودين عندنا خياط ثوب السلطان اللي عنده فرعين، فرع بتاروت اللي انا موجود فيه، فرعهم الثاني اللي موجود في الدمام. اللي يبحث عن ثوب يكون كواليتي، يكون فخم، يكون كشخه، يتابع معاي هذا الاعلان. على فكره راح يكون في عرض مجنون، عينكم على فخامه التفصال. يا سلام، نقدر نقول وراء كل رجل انيق خياط ثوب السلطان، ما شاء الله وفخامة المكان. طبعا عندهم جميع أنواع الأقمشة، عندهم الصيني، عندهم الأندونيسي، عندهم الكوري، عندهم الياباني، بالإضافة عندهم البراندات العالمية مثل الرويالتي، طبعا هم وكيل معتمد حق الرويالتي، وعندهم الريتشي، وكلها بأسعار مناسبة. وهذا هالمرة العرض أنا أقول ما يتفوت، أنا متحمس للعرض يا جماعة، أنا إن شاء الله راح أستفيد من العرض، يعني راح أفصل لي ثياب عندهم. العرض القوي اللي عاملينه على جميع أنواع الأقمشة بمناسبة المولد النبوي الشريف، فصل ثوبين وخذ الثالث مجانا، متخيلين يا جماعة على جميع أنواع الأقمشة. ناخذ فكرة عن الأسعار وأنا أقول فرصة شراء القماش الكوري والقماش الأندونيسي، حبيت سكري، حبيت أبيض، حبيت ملون، ثوبين والثالث مجانا. الثوب عندهم ب200، يعني الثوبين ب400، الآن تاخذ ثلاثة ثياب ب400، يعني أطلع عليكم الثوب بكم؟ 133 ريال بس. تتكلم عن شيء كواليتي، خياط السلطان ما يشتغل بأي قماش، ما يجيب إلا الهاي كواليتي. سامعين لما يقولكم العرض الخطير على طول يطير، أنا أقول لا يطير عليكم هذا العرض. القماش الياباني، شوف أنواع الخامات، الألوان كلها متوفرة، الثوب يفصلونه ب250، الآن ثوبين والثالث مجانا، يعني الثوبين ب500، الآن يصير ثلاثة ثياب ب500، يعني يطلع عليكم الثوب تقريبا ب166 ريال. تتكلم عن قماش ياباني. الماركات العالمية عندنا الريتشي وعندنا الرويالتي، على فكرة وكيل معتمد السلطان عند الرويالتي، يعني أنت قاعد تاخذ قماش مضمون. الريتشي يا جماعة مثل ما احنا شايفين طبعا يجي مع الأزرار حقه، شنو هالأناقة، شنو هالفخامة، افتح لي هذا، يعني يجي مع الأزرار حقه، ايش رايكم في الفخامة؟ هذا سعر الثوب عندهم القماش مع التفصيل ب350 ريال، يشمل العرض يا جماعة فصل ثوبين والثالث مجانا، يعني تفصل ثلاثة ثياب براند عالمي ب700 ريال. أنا راح أفصل، راح أستفيد من العرض، ثلاثة ثياب يا جماعة ب700 ريال، يتفوت؟ صدقوني ما يتفوت. بالإضافة عندهم اكسسوارات رجالية أصلية ماركة ريتشي، وهذا قسم الأحذية موديلات شرقية راح يكون عليها خصم 20%، بالإضافة حتى الجزم هذه راح يكون عليها 20%. وهذا موقع خياط ثوب السلطان، أبدا ما يضيع، هذا شارع حجر بن عدي كذا، واللي جايين من سنابس باتجاه تاروت بجوار بنك ساب مباشرة، وكذا باتجاه مزايا الغداء، ورقم التليفون موجود عندكم على الشاشة للوصول إلى الموقع.